زحف رمال من الظواهر الطبيعية التي تؤثر سلبا على المناطق الصحراوية وشبه صحراوية. من هنا يبرز دور محاربة التصحر وفق برامج علمية وبتقنيات متطورة. المناطق المحيطة بمدينة زاجورة ومحمد الغزلان وتنفو تعرف تدخلا يوميا للحد من زحف الرمال. الهدف الرئيسي من هذا التدخلات ديالنا هو حماية التجمعات السكانية، حماية الطرق الرئيسية، وكذلك المنشآت الهيدروفلاحية وبالخصوص السواقي، وكذلك الأراضي الفلاحية. بالنسبة للتقنيات اللي كنشتغلوا فيها بها هي يعني التقنية الأكثر فعالية، وهي اللي كتجمع ما بين التثبيتين الميكانيكي وكذلك التثبيت البيولوجي. هذا التثبيت البيولوجي كيعتمد على كنعتمدوا على واحد ليبوتير ديال واحد النوع ديال لي سبيس اللي هي كتادابتا في ليدون اللي تنغرسوهم في هاد لي كارو. تقريبا تتكون 5 د ليبوتير كنديروا في لي كارو. كتبان رملية أضحت تغزو المناطق المجاورة لزاجورة، ومن أجل الحفاظ على النشاط الفلاحي والسياحي يتضح دور السكان في محاربة التصحر. ولكن لا زال المشكل يكمن في الساكنة، أناشد الساكنة باش حتى هي تكون واعية بهذا المشكل هذا وتتحمل مسؤوليتها، لأن ما غاديش تبقى المياه والغابات دائما غادي تبقى تدير لنا تثبيت الرمال. راه كنا عرفنا القيمة ديال ذاك تثبيت الرمال، راه حنا براسنا غادي نهزو الجديد ديال الجنانات ديالنا وغادي نبداو نديرو التثبيت، لأن المفعول ديالو باين والواقع ديالو باين. وبالتدبير العقلاني لظاهرة زحف الرمال والتشجيع على غرس الأشجار المثمرة ستساهم في كسب رهان التنمية والاستقرار بالمنطقة والحد من الهجرة نحو المدن.